ازيكم شباب واهلا بيكم في فيديو النهارده. النهارده هاخدكم معايا وانا بتمرن تمرينه الكارديو هنا في البيت من غير اي ادوات. وبعد ما نخلص ان شاء الله هنستنى شويه وبعد كده هنتمرن تمرينه تانية فول بادي ورك اوت بس من غير برضو اي ادوات تماما. بس قبل ما نبتدي الفيديو عندي طلب صغير، ما تنساش تديني لايك من تحت، دوسه بسيطه كده بس هتفرق معايا، وفي نفس الوقت تعمل سبسكرايب للشانل وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبتدي. طيب كل اللي هنحتاجه النهارده ابل واتش وسلم زي ما انتم شايفين. يلا بينا نبتدي. أربعين دقيقة كارديو على السلم الابل واتش. كم كادري الابل واتش بتطلع لك حاجتين، الاكتف ده اللي انت حرقتهم حالا، وبعد ما الافتر بيرن افكت اللي هو انت بعد ما بتخلص الكارديو بتفضل تحرق برضه بعدها بكذا ساعة، عدد صغير جدا طبعا. الكالوريز مش زي يعني مش زي الكالوريز اللي انت بتحرقها في الورك اوت، بس يعني مثلا لو بتحرق 100 كالوري بعد ما بتخلص بتلاقيهم مثلا 20 كالوري زيادة في الاوفر ويبقى 120 وهكذا. دلوقتي خلصنا 40 دقيقة كارديو وهنستريح شوية وبعد كده هنتمرن التمرينة اللي انا قلت لكم عليها. طيب احنا نلعب 250 ضغط، 250 كتف، 250 سكوات، كل واحد منهم 50 50 50 على 5 مجاميع. يلا بينا. كده دي التمرين رقم واحد، هنكررها 5 مرات واشوفكم ان شاء الله. ابل واتش حسنا خلاص. 250 ضغط، 250 كتف، 250 سكوات. في الليله دي بقى كلها يعني الكارديو حرقت فيه حوالي 300 كالوري. التمرين بتاعت الضغط والعقلة، الضغط والبطن، الضغط مش عارف، الضغط والسكوات والكتف حرقت تقريبا برضه زيهم تقريبا 200 كالوري، فانت بتتكلم في 500 كالوري ان توتال. اديني لايك بقى، لايك الواحد بيموت. يلا ما تنسوش تدوني لايك يا جماعه وتفعلوا زر الجرس علشان ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنبتدي بقى ندخل الطبخ واكلات وريسيبيز يعني ريسيبيز قليله السعرات الحراريه وفي نفس الوقت تبقى تحفه. فاستنوني في الحلقه الجايه ان شاء الله واشوفكم.